مرتين مثلا فرج اسنانك، هو راح يفرج اسنانه مرتين باليوم، اوكي، واستمر بقد عدد ايام السنه مثلا 365 مره، مو؟ فهذا هو الفائده من الاعازات، نسميها اللوب، التكرار، اوكي، اللي هي اللوب، اي لوب تكرار، زين، حلقات التكراريه. مثلا هسه عندي هذا الاعاز مثل ما تشوفون ريبيت، مثلا ريبيت ايش قد اطيل عدد كم مره اريد اعيد، زين، مثلا 5000 مره دو، شو يريد 5000 مثلا مره يمشي للامام مشط شعره 5000 مره يفرج اسنانه 5000 مره، زين، مثل ما صرح نشوف. زين، انتبهوا على هذا الفيديو شوية. You wouldn't even qualify for the race if you don't have people that are proficient in computer science because of how much data the cars collect and the necessity to be able to have people that can write programs that can figure out how you can continue to build performance. هنا ده يقول إنه الحاسبات أقدر أستعملها زين بهواية أمور، من ضمنها يعني حتى هاي سباق السيارات دشوفي، يعني هواية يستعملون يحتاجون الحاسبات. زين. In these puzzles, you'll be an artist that uses a pencil to draw different shapes. So wherever your artist goes, it will draw a line. يقول هسه راح نشوف مجموعة من زين التمارين، زين، أو البازلز، زين، الأحجيات اللي تريدني ارسم اشكال هندسيه، وبهاي الاشكال الهندسيه راح اجرب هذا الريبيت اللي عاز اخذناه مال لوبات. To move around the canvas, you'll use a move forward block. Here, the move forward block says move forward by 100 pixels. فساعدنا اقدر استعمل هذا الاعاز اللي هو move forward by 100 pixels. زين؟ خلينا نشوف شنو البكسل، يعني هذا اقول له اتحرك للامام 100 بكسل، شنو البكسل؟ احنا نعرف والله الستيب. اي شنو البكسل؟ استعمل البكسل مربع ويعتبر مربعات صغيرة بالشاشة، مو؟ مربع صغير بالشاشة، وحدة نقيس بها الشاشة، اي رضا. ويعتبر مو متر، يعتبر متر. لا مو متر، يعني اقل شوية من متر. زين. When we get it, the artist moves forward a certain amount, and that amount is 100 pixels. Pixels are basically very tiny squares on your computer screen. شوف كلش tiny square، كلش صغيرة. The block we have in this puzzle says turn right by 90 degrees. And when we drag that out, that makes our artist turn a certain amount. So you can play around with. فعدي هذا الإعاز. زين، عرفنا هسه البكسل هي فشي كلش صغير بالشاشة، زين، وحدة قياس اقدر اقيسها ايش قد يمشي بالشاشة. زين، وعندي هذا الاعاز turn right by 90 degree، مو هذا اخذناه استعملناه الاسبوع الماضي والروبوت مالتنا حتى يتجاوز الميز المتاهة. زين، هسه هو ايضا راح نحتاجه حتى نستعمل نرسم الاشكال الهندسية مالتنا. With how far you want the artist to turn. This is a 90 degree turn. هاي 90 درجة. And this is 120 degree turn. And remember, you can change these values by clicking the arrows next to the numbers for pixels and degrees. وأقدر أغير كم بكسل بأنه أضغط على عدد البكسل اللي هو 100، وأقدر أغير الزاوية، زين، اللي أريد أستدير بها من أضغط أيضا على رقم 90 وأغير الزاوية، مو؟ واقدر اغير انه باك فور، يعني مو فورورد لو باكورد، بس احنا في الغالب راح نستعمل فورورد، واقدر اغير رايت او ليفت ايضا، واحنا بالغالب راح نستعمل الرايت. Enjoy driving with your artist. زين، خلينا نشوف. ما تتحمل هذا بعدهم نخاف ما مسوي لوجن، ما مسوي لوجن، ليش يا حاسبات اللي ما فتحت؟ وايد حاسبات
يعني ما كانك لو قلت لكم سووا حسابات بس هو في الأغلب يحتاج يسوون ساين إن. أنا دزيت إيميل حتى خوش بس هو هاي شوف أكو حاسبات دخلوا بدون ساين إن. هو هسه أنا ما بيشتغل يعني من يضغط هنا أنا ما يحمل هذا المشغل اللي بنقول عليه. إيه نعم. لا هاي حمس الستة الظهر ما مصفي هو راح يبقى هيك شوف هسه راح يبقى هيك دكتور هو بقى هيك حاولت بالكروم نفس الحاجة. مسوي لك حساب ما مسوي لها هون اوكي اي هو دزيت ايميل انا ليش ردت حسابات اللي تقدرون تدخلون حساباتهم هاي معنا يحتاج حساب دكتور اي هذا الموقع يحتاج حساب لكل طفل زين ها عمو انا ما عندي انترنت ما عندك انترنت زين خلي نعوف ركزوا وياي هنا هسه هنا شوف نريد نساعد الرسام مالتنا زين فريد نرسم هاي الزهور زين اوكي باي موفينج 60 بكسل فمنو الحباب يقول لي هسه شو اسوي مو اريد اسوي موفينج وذ 60 بكسل مكتوب وين ران سيت وذ 60 بكسل لازم هسه شو اسوي بعد اي سوي 60 مربعات صغار اي موف وجيت 60 مربع صغير يقصد انه اريد يتقدم اريد هذا الرسام مالتي يتقدم بجد 60 بكسل قلنا البكسل هي مربع صغيرونه اوكي فهو هسه هنا أنا محدد عرض البكسل القلم مالتي 60 واحتاج شنو احتاج اجيب هذا موف 60 بكسل موف فورورد باي 60 بكسل اوكي صح فهسه هاي اوكي زين هسه يقول خلي نضيف بعض الالوان زين بحيث اعطي لون مختلف لكل بكسل قاعده غيره change to a random color يعني اغير الى لون عشوائي وانا قاعد امشي اوكي زين فهاي شلون اسويها اول شيء هو خلينا نشوف يريد اريد اغير خمس مرات الى خمس الوان عشوائيه فش احتاج هنا قلنا اكو عازي كلر اوكي هذا كلر حتى اغير اللون بس حتى اعيدها خمس مرات ها ورقه الريبيت اوكي اول شيء حتى اعيدها خمس مرات يتغير اللون عندي اوكي اجيب الريبيت واغيرها خمسة اوكي وش اريد اريد موف فورورد باي 60 بكسل ريبيت 5 تايمز 60 واريد اغير الكلر هاي عندي سيت كلر راندوم فهسه راح يعيد لي هاي خمس مرات يمشي 16 يغير اللون بعدين يرجع يعيد يمشي 60 بكسل يغير اللون ويعيد اوكي واضحه خلينا نشوف ايش راح يصير هسه خلينا ننفذه هاي اسود شوف اختار لي خمس الوان كانما زين كل مرة دا يمشي بخطوة شكل واضحة اكو احد ما افتهم من الحلوين اعيدها اي كرار شنو المواضح شلون اغير اللون انا عندي هذا يعاز اسمه set color اللي هو اختار اللون اوكي بس وياه شلون يختار اللون يعني اما احدد اقول له اختار لون احمر اختار لون اخضر
او اقول له اختار لون عشوائي. تعرف شنو عشوائي يعني؟ يعني هيك اغمض عيوني واحط ايدي بالاقلام الخشبيه واطلع قلم طلع لي اخضر، هذا لون عشوائي. غمض عيوني وطلع لي هالمره احمر، يعني انا ما مختاره بس هو بشكل عشوائي قاعد يطلع لي. يعني هو طلع لك اياه بشكل عشوائي. نعم ايه، فهسه اختار لي الوان مختلفه. خلينا نشوف هالمره راح اعيده، تذكرون الالوان السابقه، هالمره راح يختار غير الوان. شوفون اختار الوان مختلفه، ليش؟ لان قاعد يختار الوان عشوائيه. بس هي مو هي الفكره المهم، اللون فكره انه نفهم شلون دا يسوي اللوب. اوكي، يعني انا ممكن انفذ نفس هذا. زين خلينا نرجع. يعني هذا ممكن اعيده شنو 5 مرات، كانما دا يعوضني عن عادته 5 مرات. مثلا اقول له move forward و set color. هساي كم مرة؟ 3 4 5. زين فهسا هذا يعني بدل repeat 5 times اضطريت اعيد الايعاز 5 مرات. اوكي، فخلي اقول له ران. شوف سوى نفس الشغله بس صار طويل البرنامج مالتي ومتعب. ها لينا ممكن نخليه بلون اي، ممكن نختار احنا اللون اللي نحدده، بس يعني كيفك انت اللي تردين ترسمي براحتك. فاحنا هسه كمبرمج يعني هو البازل المطيني اياها قال لي لا اختار الوان عشوائيه. زين حتى يعني يصير ارت لوحه. زين نعم شو هو نفس الشيء يعني اي سواليان نفس الشيء رضا، بس ايعاز صار كلش طويل، مو لازم اعيد 5 مرات الايعازات ذني اثنيناتهم مال ام فورورد وغير اللون، مو فورورد غير اللون. يعني فصار بدل 10 إعازات قلت له بس قلت له ريبيت 5 مرات، فعاد ياهن هو كررها 5 مرات. مو اسهل؟ اختصار. اي اسهل هيك. زين خلينا نشوف هذا. فتقول انه الريبيت الايعاز الريبيت راح يختصر لي الخطوات، بدل ما اكررها راح يسهل لي الخطوات ويختصرها. فهسه عندي هذا مثلا اذا اريد اسوي مربع عندي خطوه مال ضلع 1 انه اتقدم. زين استدير بزاويه 90، مو هذا ضلع 1، فانا المربع احتاج اكرر هاي العمليه كم مره؟ 4 مرات احتاج اكررها حتى يصير عندي 4 اضلاع. زين فاجيب ايعاز الريبيت واخلي بداخل هذا الايعاز مال الرسم. زين خلينا نشوف هسه شلون راح نسويها. هاي سويناها خطوة. فهسه هو مطيني هذا الايعاز. شوف هذا الايعاز اول شيء سيت ويث يعني السمك مال القلم مالتي 60 بكسل، يريدني اكرر 5 مرات. زين اختار لون عشوائي واتحرك بزاويه 60. خلينا نشوف ايش راح يصير من عندي، شنو الشكل اللي راح يطلع عندي من اتحرك. اه
اي مو مشكله مو مشكله. الفرق انه انت تريد اول شيء تمشي، اول شيء يلا تغير اللون، لو تغير اللون يلا تمشي، يعني بكيفك زين. فانت اذا مخلي انه set color بالبدايه معناها انت راح تختار اللون بعدين تمشي، بس اذا مشيت زين قبل لا تغير اللون معناها راح اختار اللون السابق. اوكي خلينا نشوف هسه ايش راح يسوي. زين صار اكو مشكلة عندنا. زين رادني اغيرها. ايه رادك يغير، يقول هذا مف اي نسيت اعطي التيرن. زين تيرن رايت 60. اوكي فسوى هسه رسم لي كانما شكل خماسي اللي هو زاوية ب 72 درجة. اوكي الان كنت مطي نسيت اعطيته بس فورورد وست كلر، ما اعطيته تيرن رايت. اوكي نعيده، خلينا نعيده. شوف سويت هنا اختاريت اللون موف 60 بكسل زين، وبعدين تيرن رايت باي 72 ديجري. ها عيني رضا اختار ايه لون، اذا اريد اختار اللون ايه يعني مثلا انا اريد احمر بس هو رسم لي ازرق. ها انت تريد احمر يعني ها انت اللون انت تختاره. اقدر اختار اللون هو هاي منها مثلا بدل ما يكون عندي راندوم كلر اقدر اختار احدد له لون ازرق، بس هسه هو هنا أنا ما مطيني اياهم بالاعازات بالبلوك. اوكي فانت عاده اكو هنا عندك بالبرنامج تقدر تحدد اللون مثلا قل له ازرق فراح يرسم لك كل الشكل لون ازرق. اوكي زين هسه هاي يريدني امشي بهذا الشكل المتعرج. زين كم مره احتاج ريبيت؟ زين يلا الزهراء مو غسق يلا غسق ثلاث مرات. ايه عافيه ثلاث مرات. زين خل اشوف لي بعد واحد. زين بداخل يعني غسق قالت اعيده ثلاث مرات، ليش ثلاث مرات؟ كل خطوه ايش راح اسوي؟ كل لوب كل مره اكرر بها غسق. ها قولي لي الخطوات بداخل اللوب شنو راح يصير؟ لو نشوف يلا كرر. اول شيء شو اسوي؟ اول شيء فورورد بعدين شنو؟ تسعين درجة. اوكي وراها امشي فورورد مرة ثانية. وراها شنو؟ وراها يستدير. زين لهنا انا خلصت عندي يعني وين ربيت؟ لا دورة راح تعيد كل الخطوات اللي اتقلتهن، راح اخليه يعيد كل الخطوات. يعني انا هسه اراويك شنو قصدي. يعني انا هسه تقول موف فورورد 50 تيرن رايت 90 سوري زين واستدير زين هالمره ليفت مو لا لحظه يحتاج لنا موف فورورد بعدين تيرن ليفت. لا اول مره استدار يمين مو انا شريده الروبوت مالتي راح يمشي فورورد استدار يمين بعدين شريده يستدير يسار. زين حتى يرجع هاي كمل لي كانما شلون الدرج كمل لي اول ستيب بالدرج مو كانما دا ينزل درج. هسه عندي فعندي بعد 3 ستيبس فواضحه هسه هاي شلون هاي اول ستيب. أنا واضحة. أكو أحد ما افتهمها؟ لا
خلينا نشوفه. ها عمو ايه شنو ما فهمته؟ هاي شلون سويناها؟ هاي بشوفه هذا الولد هنا دا يرسم زين. اول شيء اكو قلم ايه. ها لا هذا ما يشتغل بابا. اي بس مستعمليها لوحة مو يكتب. ما يكتب على الصبورة هاي. ماكو قلم. يلا على كل ماكو قلم. لا حصل سمارت مسح هاي فات انا رجع. نزلها هي دخلها شاشة مشكلة. يلا يعني فاللي انا هسه هذا تخيلني انا مثل هذا الولد فش لازم اسوي اول شيء؟ لازم امشي للامام مو؟ وراها ايش لازم اسوي؟ وراها لازم استدير مو؟ فهسه انا اول شيء موف فورورد باي 50 بكسل وراها شنو؟ تير رايت باي 90 ديجري استدارية بزاوية 90 درجة. هسه وراها شو اسوي لازم؟ بس الطول مجال موف فورورد موف فورورد. هسه وصلت لهنا وين اروح؟ اريد حتى اكمل الدرج مالتي استدير منها اللي هي ليفت 90 لهنا خلصت كانما درجه. اوكي اول درجه كم مره لازم اعيدها؟ ثلاث مرات مثل ما قالت غسق لازم اعيدها ثلاث مرات فسويت لها ريبيت 3 لا ثلاثه هاي نحسبهم. هاي شوف هاي اول درجه هاي ثاني درجة هاي ثالث درجة. اوكي ثلاث مرات زين خلنا نشوف. اوكي اشتغل صحيح مشى على المسار اللي انا ردته. نعم المرة شوية طويل المرة شوية طويل عافية رضا زين فكم مرة احتاج؟ خمسة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة لا ست مرات. عافية محمد عافية محمد. ايه تسويها بعد مرة هذا مرة يعني في 3 ولا نسويها يعني نعيدها بعد مرة نسوي يعني ربيت داخل ربيت. شو نسوي؟ تعال تعال هنا شو اسوي تريد؟ يعني ربيت بعدين نسوي نفس هذا ايش قد ها عيده مره ثانيه جوا زين خو احسن ما عيده. مصطفى استريح مصطفى. مصطفى يقول هذا البلوك اقدر اكرره مرتين مو؟ فهو صحيح يشتغل هيجي زين بس انا ليش اعيده مرتين؟ اقدر بس اقول له ربيت سته مو؟ هذا اسهل مو؟ برنامجي يصير صغير اسهل مما نعم هذا قصد الولد انه مو ست مرات اي مره ثلاث مرات لا هو قصده اسويها ربيت ثلاثه بعدين ربيت ثلاثه يصير انا اثنيناتهم سته زين فانا ليش اسوي مرتين؟ اسوي مره واحده بس هالمره ربيت سته زين اوكي صحيح اوكي يلا عيدها يعني ما شو
يا الله سعيد. شوفوا انتبهوا راح يراويكم الخطوات شلون يمشي بالبرنامج. شوف هسه هو مو فورورد رايت فورورد ليفت فورورد. وده يراويكم الإعاز اللي ده ينزل ليفت فورورد رايت فورورد ليفت. زين هسه هو مطيني هذا البرنامج الكلش طويل زين ويقول لي اختصره حط لي اشاره ريبيت بحيث اختصر هذا البرنامج زين. فشنو الاشياء شنو الاعازات عندي المتكرره سويه اي رضا موف فورورد زين باي 15 50 بكسل اي turn right right by 99 degree زين هنا لا نفس الشيء تكرر نفسه move forward 50 بس لا الورا move left ما راح يتكرر هذا إعاز جديد اكو عدي تشوفون شلون عدي هذا forward هذا الإعاز وعندي right بعدين فورورد بعدين ليفت هاي لحد هنا اربع اعازات لان هذا الليفت اعاز جديد فهذا مو من ضمن النمط مال الاعازات اللي قاعد تتكرر بس وراها راح ينعاد مو فورورد رايت فورورد ليفت فورورد رايت فورورد ليفت مو راح يضل يكررهم فاقدر اشيل هذين الاعازات مو احذفهم ربيت وكم مرة كان متكرر متكرر عندي كان أنا أربع مرات مو هذا همين هذا هم نحتاجه واحتاج ربيت اربع مرات اجيب وندخل ان هذا بداخله اوكي صحيح لو ثلاثه يكون ثلاثه لو اربعه خلينا نشوف شوف هنا قاعد يرسم زغرفه مو لان انا اختاريت هذا سيت باترن يعني قاعد يرسم نمط صحيح اربع مرات احتاج اوكي نعم يعني هاي بنفسجيه وخليناها هنا الاشياء لعازات شنو يا بنفسجيه اوقف لي